مع سفيان أمرابط لاعب المنتخب المغربي. سفيان، بيج نايت، بيج وين، ليلة كبيرة وفوز كبير اليوم. هذا لا يصدق، هذا تاريخ، نحن نصنع التاريخ. أعتقد أنها كانت مباراة صعبة جدا، الجميع كان يرى ذلك، ولكن في النهاية نجحنا في أن نفعل ذلك. هو يوم تاريخي للمغرب، نعم هو يوم كبير جدا بالنسبة لنا، ويمكنكم أن تروا الجمهور في كل أرجاء البلد. أعرف بأنك بذلت مجهود كبير من أجل أن تلعب هذه المباراة. عودة لكم مع جواد اليميق لاعب المنتخب المغربي. جواد، اعطيك الميكروفون، انت تكلم. فما نقدرش نعبر لك على الوصفه ديالي يا اشرف. صراحه الحمد لله حققنا واحد الانجاز تاريخي اللي ما كانش فريق اللي وصل ليه من بعد سنين. شرفنا الكره المغربيه، شرفنا الكره العربيه، شرفنا الكره الافريقيه. كنبغي نشكر الجماهير اللي ساندتنا وتعبت معنا، فهم الحافز لينا. كنبغي نشكر سيدنا جلاله الملك محمد السادس اللي هو الداعم الاول لنا والمساند الرسمي والرياضي الاول لنا في المغرب. الفوز كنبغي نهديه لجميع الامه الاسلاميه. ان شاء الله مازال كينتظرنا مباراه صعيبه يوم السبت. كنبغي نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قدموه. كنبغي نشكر السيد فوزي القجع على المجهودات اللي كيدبر له ولجميع الاعضاء ديالو. كنبغي نشكر السيد الوليد الركراكي، المدرب الكبير اللي عندنا، اللي بالنسبه لنا هو الاخ ديالنا وصديق ديالنا وكل شيء، والستاف ديالو. فالحمد لله، شكرا لكل لاعبين على هذه القتاليه. فهذا انجاز اللي كبير وكبير كبير بزاف. فالشعب المغربي يستاهل انه يفرح الفرحه اللي من بعد سنوات صراحه. برافو برافو.